تابعوا برنامج الإكسبيرت توريزم. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وين نزلنا ضيوف على زميلتنا أمال جعيت اللي هي قامة من قامات الصحافة التونسية، مرجع، لكن اليوم هي مستثمرة في قطاع السياحة البديلة. تكرمت علينا وعطتنا فرصة باش نقابلوا عدد كبير من ناشطين مستثمرين في القطاع هذا باش نتعرفوا على مشاغلهم، إنجازاتهم، كذلك مطامحهم. مشاهدة طيبة. مدام أمال جعيت، مرحبا بك. تفضلك سي عبد اللطيف. ولا مرحبا بنا احنا في دارك انت. دار دارك ودار داركم، ومرحبا بكم. هذا محسن اخلاقك ومرتيبتك. اليوم كنا سعداء باش كنا ضيافه عندك. الاسم أمال جعيت مربوط بصفه كبيره بالسياحه، ويظل علاقتك بالسياحه ماشي وليده البارح. انا ساعات نقولها ونضحك، وسخطو وليت عندها معنى أكبر من وقت وفاة الوالد يرحمه. أنا تولدت في وتيل، بابا وتلاجي، بابا الدولة التونسية بعثته يقرأ في ألمانيا، وتولدت في وتيل وكبرت في وتيل، وبابا عمل وتيل، وأنا خدمت في أنا صحفية كيفك سي عبد اللطيف. نعتز بهذا. وقت اللي تضيق بالدنيا نقول ما تقعد لي كان السياحة، وقت اللي السياحة تتسكر شوية نمشي للسياحة، وهكاك نمشي للصحافه. وهكاك عملت مشوار من حياتي بخيسك 15 سنه وانا ندافع على السياحه البديله، خاطر نمن بحاجه هو اللي تونس 50 سنه تعمل في الوتله، تعمل في الوتيلغي، ماهيش تعمل في السياحه. عديت 15 سنه 20 سنه من حياتي وانا ندافع على مفهوم السياحه، ندافع على حق الزائر متاع تونس انه يعرف ثقافتنا، انه يلقى ناسنا، انه ياكل ماكلتنا البنينه، انه يذوق الحلو متاعنا البنين، انه يعرف عاداتنا وتقاليدنا ويعيش كيفنا. الوغ كو مالوغوزمون الاختيار متاع الدوله متاعنا هو انه عملت دو فوا باراليل، واحده للسياح وللزون توريستيك والاكسبيريونس توريستيك والمطعم السياحي التوريستيك، واحنا خلتنا في واد اخر. وبارمي لي ريزون متاع الازمه اللي خلطت لها ديستيناسيون تونسية اليوم هو هذا. وانا عديت 20 سنة ندافع على انه الديستيناسيون تتعاش مع مالها. دونك انت معناها تقريبا عمل ثورة اللي قاعدة قائمة به، معناها قاعدة ثور ضد الواقع اللي حطونا فيه هنا. وقلت خليني انا نكون من اول من مناضلين وباش نبعث المشروع هذا. انا اول اكسبيريونس عملتها في ليبرجمون الترناتيف عملتها في 1994، اول ميزون دوت في تونس تحلت. وتوا عندي 3 ولا 4 سنين ملي انا حليت الجيت رورال هذايا اللي اسمه دار الجبل، واللي هو في دار الوالد والوالده. ووليت قبل كنت نحكي اكثر في الف تونس وتونس، ولا اتخافر ليزيميسيون راديو، ولا حتى مع التلفزه الوطنيه تعاملت معاهم، حكيت على تونس وعلى ديستيناسيون البوتنسيال نتاعها، وعملت وريت دي زيكزامبل نتاع شنو اللي ممكن نعملوا في تونس. انا هوني وليت ما عادش نحكي على ميليون تونيزي، وليت نعمل في ديمونستراسيون تاع ميليون تونيزي في هالمشروع هذايا اللي هو بالنسبه لي انا مشروع حياتي، على خاطر اللي امبورطون بالنسبه لي انا انه نعملش ثورة. أنا نقول أنه أنا نوري الكلام اللي حكيت معها الكل، الاستراتيجية اللي في التيق الكل. أنا بالنسبة لي أنا اليوم كل ميزون دوت، كل جيت رورال، كل بوتي بروجي اللي هو في السياحة البديلة، هو ان فان كونت اون ديمونستراسيون نتاع الاستراتيجية اللي راقدين. واللي احنا عندنا توا 20 سنة و 30 سنة نحكيو على السياحة الثقافية، نحكيو على السياحة البيئية، نحكيو على التوريزم فير، نحكيو على لاكوي، نحكيو على لي برودوي دو تيروار. بالنسبة لي انا ليبرجمون التيرناتيف سي ان فيكتور، ولا سي اون ايبين دورسال نتاع هالسياحة اللي نحبوا نبنيوها لتونس. للأسف القاعدين يطلعوا كيما الفقاعات، معناها كيما الشامبينيون، لي ميزون دوت، ما عرفتش انت توافقني ولا لا. و لي ديفلوبمون هذا دون لينارشي لانارشي خلى انه البعض اللي يحب يخدم بطرق قانونيه يتضرر. وي خاطر هي لا ناتور لا اورور دو فيت، و تري سوفون نشوفوا اللي لو سيكتور بريفي هرب بالقانون. دونك دوكو ولا فما ديكالاج بين لو كادر ليغال اللي نخدموا فيها لي زيبرجمون هذوما وبين الواقع. اليوم كي تحل الباج نتاع السياحه نتاعنا تلقى فما ميم با 80 ولا 90 بروجي عندهم لو اغريمون. مدام امال جعيت، ما نجمش نختم القاعده وهاللقاء الحلو هذا من غير ما نسال على امال جعيت الصحفيه وين.
يظهر لي الاكزرسيس نتاعي نتاع كل يوم في الجيت رورال هذايا هو بالنسبه لي انا صحافه. انا هنايا عملت اون كونسيبسيون نتاع دي اتوليي اللي يحكيوا على الزيت زيتونه، يحكيوا على برودوي دو تيروار، يحكيوا على الطبيعه اللي دايره بيا. هنايا اون افي دي اتوليي كيف كيف دو بريز دو بارول، معناها انا جو كوتش دي جون اللي يجيو يعملوا سيجور هنايا يبرن ينعملوا لهم دي فورماسيون دو بريز دو بارول. بالنسبه لي انا كيما قلت قبيليك جو نو فو بلو بارلي دو لا تونيزي، جو فو فير لا ديمونستراسيون دي ميلين تونيزي. الحاجه الاخرى زاده بروبابلمون اللي هي ال بيرمي ان واحد ينجم يزيد يحل وفوق نتاعو، انا نقول لك انا ودار جبل ولي ميزون دوت اللي كيفي انا الكل وجيت رورال الكل، الكلنا هوني 20 ولا 30% دو بوتنسيال نتاعنا. تعرفش علاش؟ خاطر مازلنا مخسورين بحكايه هالي زوتوريزاسيون، مازلنا مخسورين في العلاقه الصداميه هذيا اللي عندنا احنا مع ادارتنا. الوغ كو كان تصيبني انا، تصورني تصيبني انا على طلق ذراعي باش نجم نبدا نتصور في شنو كومون اون بو كروزي اغريكولتور اي كولتور اي توريزم اي كوميونيكاسيون اي ليدرشيب، نجمو نخرجوا العجب. دار جبل فهمتني نجم نولي غدوه المكتب نتاع اون ميزون دوت، نجم يجيو فيها يعملوا دي ترافو براتيك. غدوه تولي تنجم تجيب دي جون حتى فهمتني نتاع دي زيكول بريمير يعملوا دي لوسون دونفيرونمون اللي فما اوتور. اليوم سي ان كاك كونكري نتاع التعامل مع التيريتوار، فماش حاجه في جي لي زاكتيفيتي اليوم كوريسبوند ا ان ايتا دي ليو. لو جور وين تولي عندي رخصه نتاعي، لو جور يولي عندي مثلا دي زيترانجي اللي يجيو، لو جور اللي يجيني عبد يقول لي نحب نعمل عرس واثنين وثلاثه نعملوا لو برودوي. خاطر ان فان دو كونت لا ميزون الي ايفولوتيف. ايميل جايت نتاع اليوم، ايميل جايت صحفيه اليوم، ولا ايميل جايت شيف دونتربريز نتاع دار جبال اليوم، ماهيش ايميل جايت تاع الخمس سنين اللي جايين. والديستيناسيون كيف كيف، والبلاد كيف كيف، وحنا نتاقلموا نتاقلموا خاطر لو برودوي نتاعنا الي اجيل، خاطر الخدمه نتاعنا اي سون فورتمون امبليكي في البرودوي نتاعهم وستابل. انا الناس اللي يخدموا في دار جبل من وقت الوالد عندهم 12 سنه يعرفوا دار خير مني. ساعه لساعه كي نجي انا نحب نعمل طبلفيطه ما يخليونيش، يقول لي مدام مره الاخرى ما عملتش هكا، شبيك تعمل مره هذه هكا. تو سا بور دير اللي اون ا دي زونتربريز اجيل كي سادابت اي كي ريبوند للي بيزوان تاع توريست. انا ما فماش كليون ولا ما فماش دوموند ولا ما فماش دوموند تجيني نقول كيفاش نعمل بور لا رياليزي. ويظهر لي اكبر ريبونس تنجم تونس تعطيها اترافير لي ميزون دوت هو تخريج الديستيناسيون ماك الماس للانديفيدويل. والانديفيدويل اليوم ينجم يعلمك تعمل الخبز، نجم نجيب لك ارتيزان من نابل يعمل التين، نجم انا فهمتني ولا لا كامال جعايد صحفيه تكتب ورقه وستيلو وتكتب لك فهمتني ولا قصه حياه لونتربريز نتاعك ولا الادين نتاعك ولا البريز دو بارول نتاع ان ديسكور اللي انت باش تكتبه. وهذا قاعدين نعملوا فيه. هنا اون ا روسو دي فام، اون ا روسو 3 ولا 4 ريزو دو فام كي سون فينو فير دي تيم بيلدينغ. وين انا ان برانسيب جو نو سوي كو لوت ولا باش جو في اسكو هما يعديو ان مومون نولي انا جو بارتاج مون اكسبيريونس ونشارك معاهم وليت نكتب معاهم. دونك ان فان دو كونت نقعد صحفيه ونقعد بنت السياحة ونقعد افون توت شوز تونسية انجاجي في بلادي ونخمم على مستقبلها وعلى مستقبل اولادي. امل جعيد متعة كبيرة كان لقاك. يعيشك. كل صراحة سعدت بلقاك. فضلك. ان شاء الله نرجعوا في القريب العاجل ونلقاو هالمطبات هذم كل تنحى. يا رب ان شاء الله. مرحبا بكم. عايشك. مدام شهلة كاخيا فازي سي يوسف القصاب مرحبا بكم. نبدأ معك مدام شهلة ساعة كاخية. أنا متأكد اللي نطقت الاسم صحيح. صحيح. مش تونسي الاسم هذا. أصله من سوريا، بابا من سوريا وأمي تونسية. نعرفش أنا، احنا أول مرة نتقابلوا. إيش لازم راه كيف كنتي متعصرة، كنت تحكي لي أنك دارسة في السياحة، باش تمشي حتى لعين دراهم باش تستثمر في عين دراهم وفي قطاع السياحة اللي هو ماهوش ساهل بالكل بالكل. احنا ملي احنا صغار امي كانت تهزنا لعين دراهم كل اخر الصيف، نعدي الجمعه لا دانيغ سيمان دوت ديما في عين دراهم ملي احنا صغار. دونك بعد قعدنا نمشيو بوندون دي زاني، وقفنا وقت الاوتيل لي شين سكر وقفنا ما عادش نمشيو. بعد عرفت على راجلي هنا، راجلي سي ان ايطاليان دو تونس شاسور. Il adore la nature, donc dima fait jboulet ou dima yestad. Donc rejat nimchi ma. Amal Saïd Famine idan ho. Exactement. Donc rejat nimchi ma en fait dans la région. Et l'idée, j'ai tenu
معناتها حبينا نعاودوا انا واحده من الناس حبيت نرجع للسياحه خاطر انا جافي كيتي لو دومين دو توريزم بوندون دي زاني خدمت دون لو ديفلوبمون دو بروجي دونك خدينا من الاول دي شالي اكزيستون اون لي ريديكوري عاودناهم من الاول جديد وقلنا بوركوا با تو 9 سنين من الحكايه هذيا قلنا بوركوا با نعملوا ان نوفو هبرجمون الترناتيف اون بروبوز دوتر شوز كو لوتلا ان فيت وصحابنا وقتها ديما معانا وديما نلوجوا في البرامج وكل دونك قلنا علاش لا دونك خدينا دي شالي اكزيستون من الاول ومن بعد خدمنا بهم بوندون كلكو زاني وبعد شرينا تيران وبنينا دونك لو نوفو بروجي تاع لي شوميير دو عندرا بروبر بروجي هذا نوتر بروبر بروجي اللي تاع معروف والعباد تجينا و on est très content de ce projet خاطر on a fait un bijou في وسط الجبل كي تقول لي on a commencé à construire directement مشيتو حطيتو الحجر ما سالتوش ما لا 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 سالنا ومشينا خدينا ورقه الغابات اللي هما عندي ورقه تثبت اللي هما ارض خاصه خارجه عن نطاق الغابي اللي انا راميني عن على انجاز المشروع عليها وحاسلو دونك عندنا هذيك وعندنا الفلاحه عندنا تونو بابي كي مشينا باش نصبوا في البتين ده في لون تي تي قالوا لنا تحلوا جيت رورال على خاطر انتم منطقه ريفيه لازمكم اسمكم جيت رورال كي جينا كمان لو بروجي وبنينا وكل شيء باش نحلوا ان 2021 انتر تان يفو سافوار لي احنا دخلنا ستيك للمنطقه خلصنا 38 مليون وستيك حتى حد معاونا في حتى شيء دخلنا نحن لي بوتو للمنطقه خلصنا 38000 دينار شيك سيرتيفيي تقول المنطقه كان واضح معناها ليكم انتوما وللمتسكنين المستغلين حق تفضل اللي حاب يحط الضوء يجبد من البوتو باش نجي نقول له ما تجبدش من البوتو معناتها اون ا في بوكو دانفستيسمون ديجا لو بروجي تكلفنا ياسر غالي على خاطر ما نجمناش ناخذوا ان كريدي ما نجمناش نعملوا اون لوفي دو فون على خاطر الارض وقتها نشيو بالشيع دونك ما معناش تيتر دو بروبريتي انكور دونك بعنا قال الاخر اللي عندنا واللي ما عندناش اكزاكتومون تسلفنا عندنا اصحابنا يرحم والديهم عاونونا عملوا ان تور دو تابل وعاونونا سي كوم سا كون ا بو تيرميني لو بروجي ونخدموا بيه كون جي تيرميني لو بروجي مشيت للو ان تي تي باش نعمل اغريمون ديفينيتيف يفو سافوار كو انا عندي اوتوريزاسيون بروفيزوار للسياحه قبل ما نعمل حتى قبل ما نبدا نبني معناها عندك ترخيص وقتي باش تستغلها من 2019 عندي ترخيص بروفيزوار كي نكمل نتفضل باللي بلان بكل شيء نعمل الاغريمون ديفينيتيف نتاعي جوسكو لا توت ايتي نورمال نخلط باش نعمل الاغريمون ديفينيتيف نتاعي يقول لي لا انت ما عندكش اكتار ما عندكش الحق اسمك جيت رورال يا ولدي كيفاش انت قلت لي جيت رورال اعمل جيت فيسع فيسع تسكر الدوسي ما عندكش الحق ما عندكش الحق عامين وانا نجري ساعه باش نعمل الحكايه هذه باش نبدل قالوا لي برا بدل البيتين دا نتاعك ردها شامبر دوت بدلت شامبر دوت اون فوا كو بدلت شامبر دوت يقولوا لي برا امشي اعمل تسويه وضعيه في رخصه البناء خاطر انا رخصه البناء كي جيت باش نعملها جيراني الكل بينين هكا سي دي جون زوي ولا معناتها كل واحد بيني كيف ما فماش رخصه بناء حسب الكنيات نتاعك فوالا مي عندنا ورقه تثبت اللي زاده كيف كيف البلديه خرجت وعملت معاينه على التيران وقالت اللي هي ارض خاصه ولا انا راميني عن اك الجمله هذيك سي لو سيزام فريمون هذيك لازمها تكونك اللي لا انا راميني عن على انجاز مشروع على هذه الارض الكلهم عندي هذوكم جاو قالوا لي لا ما عندكش الحق من وقتها وانا نجري بور ايسيي دو فير مي بابيي بور افوار لاغريمون ديفينيتيف كل واحد يبعثني الاخر السياحه تقول لي برا جيب تسويه وضعيه في البلديه يقعد شهرين دوسي في التجهيز يا عاود يرجعوا لي يقولوا لي لا برا جيب الرخصه تاع السياحه برا جيب رخصه تاع الفلاحه برا جيب رخصه تاع الغاب حتى الرخصه تاع الغاب الغابات اللي كانت عندي قالوا لي معاش تصلح هذيك وبعد اخر ما اخرش قالوا لي تو لي بابيي دو 2019 نحيهم هذوكم وعاود من الجديد نحبوا دي بابيي جدد 2023 هل الوثائق اللي خديتهم انت في 2019 وثائق خديتهم عند هيئات حكوميه ولا بيان عندي كل شيء اخي صلحيتهم توفى في 3 سنين قال لك توا لازم نعاودوا من الاول جديد خاطر كاي تشارج مازال ما خرجش جديد اللي نستناو فيه لنا اكثر من 8 شهور دونك طونك لو كاي تشارج ما خرجش ما نعرفوش سي كوا لا نوفيل لوا شنو باش يطلبوا دو نوفو بابي دونك برا امشي جد تحيين لازمك تعمل تحيين انا تصور مشاو قالوا لي برا اعمل تحيين من ورقه الغابات قلت علاش يا اخي الارض بدلت في 3 4 سنين ولات رجعت غابيه معناتها
ما تحاجيت تعجيز ان فيت سي با حتى حد ما يعاونك ان فيت ما احنا جينا غاديكا حطينا فلوسنا سيبنا خدمنا خاطرنا جيت تري تري بيان جافي ان تري نخدم في شركه معروفه في تونس بالكدا سيبتها باش نتلهي بالمشروع هذايا خاطر لازم نقف عليه المشروع معناها اذا كان فهمت انا انت خلقت مناخ اقتصادي مواتي للجهه هذيك ها وفي علاقه طيبه معناها وفي صداقه في صداقه مع البيئه كامل بيان سور مش كان انا حتى جيراني اللي يخدموا معايا كيفي اللي يخدموا كيفي انا معناتها ميزون دوت ولا جيت رورال واحنا ليدي سيتي دو رامني سي جون اللي تو انا باغ اكزومبل جي بلان دو جون دون لي كابيتال عندي برشا عباد نعرفهم يخدموا كوجيني في ريستوران معروف في تونس مثلا من عند راهم يحبوا يجيوا يخدموا غاديكا علاش ليكزود علاش واحد دوزون باش يمشيو انت توا تتهم في السلطات لكن انا في الخطاب الرسمي تاع السلطات وحضرت في عديد التظاهرات السلطات تشجع على السياحه تسمحني على الخطاب الرسمي نتاعهم الرسمي اما كي تجي في الرسمي ما همهمش موجودين انا فما كلكو بيرسون يعطيهم الصحه مش باش نقول الناس الكل مش نعمم فما دي بيرسون دون دي بوست امبورطون في دي في انا اللي نتعامل معاهم يفهموك اما عاجزين يقول لي راني ما نجم نعمل لك حتى شيء انا البروجي نتاعي كان تدخلوا تشوفوا لا باج اسمه لي شوميير دو عندرام تشوفوا شنو اللي عملنا مش نحكي انا خاطر عملت دي شالي باش ترقد بالكدا ولا فرش بالكدا سي تو تانكو هذاك اللي لازمهم يفهموه هما ان فيت مازالوا ما فهموش شنو لا c'est quoi le but de faire un gîte ولا c'est quoi le but de faire une maison d'hôte dans des régions هكاك معناها انت تاوك تلقى نفسك انت وزوجك اللي رغم اللي قنعتوا وجبتوا مستثمر نقولوا وخلقتوا ديناميكيه تلقى نفسك مرهونه رهينه تاع قانون اللي مازال ما خرجش تاع قانون ولا نتاع حاجات يطلبوك اللي ما تنجمش تجيبهم بالكل معناتها انا كي نمشي تاوا باش نعمل تسويه وضعيه في البلديه يقول لي برا جيب رخصه السياحه لاكور ديفينيتيف معناتها ماهمش فاهمين معناتها لاكور ديفينيتيف يديبون دو تو سي بابيي لا كيفاش هو باش يعطيني اكور ديفينيتيف وانا ما جبتوش انا جو سوي با كونتر نسوي وضعيتنا انا بالعكس نحب خاطر مسؤوليه على العباد تجيبهم مسؤولية في كنتي كانت تصير مشكلة نحبوا نمشي ونعملوا لي سالون على الاترانجي نحبوا نحلوا على الأوروب ولا على البلدان الأخرين مش تقعد تخدم انت انا ما عملتش دار باش نكريها وباش نقول لك حاجة تضحك ياسر كيف انا عجزت باش نعمل الأوراق هذوما شطرهم اللي نمشي لهم يقولوا لي برا بدلها شقق مفروشة يا أخي انا عاملة بروجي باش نعمل شقق مفروشة جوست بوغ ان بيت مانيش انا سي ان بيت باش نربح الفلوس راه اون فيت سي سا لازم العباد الكل تتبدل لا فيزيون تتبدل علاش راه مش ساهل واحد يحل دار ويسكن في دارو معناتها سي انا جو تروف سي كيك شوز دو تري اونوراب معناتها عبد يحل لك دارو يسكنك في دارو في دبشك في معناتها فهمت شنو نقصد مش انت جاي باش تكري بيت وكهاو العباد باش تجي تقعد وتمشي على روحها نو سي با سا دو تو واحنا اون فو كري سيت ديناميك دون لا ريجون خاطر اون ان باي مانيفيك معناتها دو نور او سود ليس اون ان باي مانيفيك مي لي مال اكسبلواتي معناتها علاش خساره علاش تو تجي لعين دراهم العباد يجيو بور لو ديبيزمون يجيو الهواء النقي يجيو يحوسوا نعملوا لي روندوني ا دودان نعاونوا فك العباد هذوكم نمشيو لو بوا يمشيو لكن بصراحه اللي كان ناقصها عين دراهم اقامه المريح اي ما كانش فما بالكل للاسف حتى الوتله ما كانوش فما حاجات باهين معناتها توا لي شين عاود باش يتعمل ولا فوغي تبيع لو تي لا فوغي اللي بحذايا ما فماش انا ديما نحكي لك راهو على لي ميزون دوت اللي جيت اللي سون دون لا ليغاليتي اللي عندهم بيتين دا واللي يخدموا دون لا ليغاليتي خاطر الاخرين يونا بلان راهو غادي كتشوفوهم دي بوبليسيتي ويخدموا على رواحهم احنا تجبدنا دايوغ اللي عندنا مشاكل بالبيتين دات نتاعنا راهو ما كانش كانوش يوصلونا بالكل والاوراق اللي حاجتهم بهم الكل نجم نجيبهم لهم اما لازمني لا لوجيك باش نجم نجيب الاوراق هذوما لازم ان ايفور زيد لازم ان كاي شارج يخرج والكاي شارج دو ايت سامبليفيي كوم ان اوروب احنا نحبوا روحنا ننقلوا ديما على البلدان المتقدمه لو كاي شارج دو ايت سامبليفيي لي لوا ما تنجمش انت تعمل اون لوا تمشي على اون ميزون دوت في تونس ولا على الكايس ولا دونز اون فيل كيما تطبق على اون ريجون رورال ولا اون ريجون اغريكول سي با بوسيبل سي با لي ميم لوا امبوسيبل معناتها لازم اوكا باركا واحد يدرسوا الملفات اوكا باركا
واحنا الكلنا مي كونفرير وكلنا الكلنا انا نعطيك انا جو سوي فيس بريزيدونت تاع لي فيدوتي تاع لي زيبرجمون هذوما دونك نجم نقول لك اللي الناس الكل راهي تحب تسوي وضعيتها شكون يحب يقعد يخدم يا اخي هكاك معناتها عليه معناتها بور كيل ريزون باش نخدموا نحنا سون زوتوريزاسيون ولا سون احنا نخلصوا في القباضه ونخلصوا في التي في ا ونخلصوا في السي ان اس اس معناتها عليه Par contre, qu'ils ont fait le CBAD au CNSS pendant 10 ans, c'est très bien. C'est illogique. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage de. يتحلوا معناتها في اسرع وقت معناتها سي ان شاء الله ان شاء الله الميساج نتاعك يكون وصل يعجز اللسان عن الكلام ما نكذبش عليك فقصاب مرحبا بك يظهر لي وضعيتك انت ماشي بعيده برشا على وضعيه مدام شهله لكن انت اللي عملت لديك لساقيك انت لقيت نفسك ورث تقريبا ربي يفضل لك الوالد لقيت ان باتريمون موجود لكن للاسف عجزت على استغلاله بالضبط هو باش نحكي لك في سافيس على كويس اجي فوالا هو سان دومين معناه فاميليي نتاع العائله فاميليال فين موجود هذا هذا في الوسلاتيه هي سي اون ريجون تتبع القروان دونك سي اون ميزون كولونيال كانت تتبع الفرنسيس ثم خذاوها يعني العائله جدود خذاوها واحنا اسونسيلمون فلاح مش Donc après, on a eu l'idée de faire le gîte rural et d'héberger les gens et restaurer les gens, etc. Parce que à la base, c'est une passion. L'hospitality, c'est le fait d'accueillir des gens, de recevoir les gens et de faire plaisir aux gens, etc. Donc, qui m'a dit, Madame Chala, c'est pas voilà. Donc à la base, c'est pas il n'y a pas de but lucratif. Mais bon, après, c'est devenu un business. دوك دار معناها كيما هي كولونيال بناوها الفرنسيس عام 20 في ان دومين 240 هكتار فيه يعني لوز وزيت معناها كيف تقولوا دار 20 معناها 1920 1920 نعم فيه لوز وزيتون بدينا بالفلاحه بعد جاتنا الفكره باش 2011 بعد الثوره باش نحلوا الدار بدينا نخدموا شويه بشويه بعد معناها au bout d'un certain moment لازم باش تكون عندك اوراقك ومعناها الكوتي ليجيسلاتيف تكون منظم اكسترا الوالد فلاح ما عنده حتى علاقه بالتوريزم ولكن انا بعد جو مسي انفستي دون سا بيسكو انا من الاول حبيت نقرا توريزم ومغروم بالكوجينه والى اخره دونك عملت ماستر اون ليسانس ان مانجمنت اوتيلي خدمت شويه وحدي ومن بعد حبيت نخدم شويه مع الوالد ولكن مرعنا انه وقال له كل مره نلقاو صعوبات مع وزاره الفلاحه من بعد تفاضلت مع وزاره الفلاحه لانك لازمك تاخذ رخصه من وزاره الفلاحه بحكم انت في منطقه ريفيه فلاحيه ثم لازمك تاخذ رخصه من عند وزاره السياحه معقول هذا من حاجات معقوله هو شوف لو فيت دو بروفيسيوناليزي لو لو سي اون معناها حاجه هي اللي ياسر تعمل كيف دوك الاشكال صار وانه عندك رخصه من وزاره الفلاحه اللي الرخصه هذه او بو دو 2 ans توفى لازمك تعاود تجددها مره اخرى اذا كان بتبيعها السياحه ما تعطيكش ما فماش كاي تشارج احنا لي جيت لو اون با دو كاي تشارج دونك يعني اسهل ولكن كل مره تلقى حاجات اللي ماهمش نتاع لي جيت لو كيما اخر توا ما اخر مثلا يجيك يقول لك يلزمك عندك ان اكسي لامبولانس هو الاكسي اللي موجود فهمت والا يلزمك تبعد على جارك 4 متر ما عندي جيران انا معناها عندي زيتون ولوز ودار في وسطهم ما عنديش فهمت يعني هذا انا نراه نوع من التعجيز اللي ما فهمناش اعطيني نحب نفهم البلوكاج ادمنستراتيف معناها وين جاك بالضبط البلوكاج ادمنستراتيف جاي من لوين تي جو بونس فهمتني خاطر ريالمون كي تجي تشوف يعني تدقق في ما تفهمش منين المشكل كل حد شي يقول لك كيما قالت مدام شهله الفلاحه تقول لك شوف توريزم توريزم ده شوف الفلاحه والفلاحه شوف الغابات والغابات شوف التجهيز كاتيجوري تاع لي جيت ولا تاع جيت رورال وي سامحني باش قص عليك احنا نورمالمون حقنا عندنا ان سول فيزافي فوالا جيت رورال اي شامبر دوت حقنا لو ان تي تي
بوان باغ، ما نقعدش انا نجري فلاحه وساقينا حفات وما نعرفوش حتى عند شكون نمشي. حقنا ان سول فيزافي وهما يتصرفوا من بعض. اون كوميتي في دون شاك ريجون، فما اون كوميتي تابعه لوين تي ولا وزاره السياحه ولا اللي هو، يكونوا موجودين مجندين للعباد اللي يخدموا في توريزم الترناتيف. راهو قبل كانوا سامحني في الكلمه اربع كعبات، تو ولاو برشا الناس، معناتها سي كو يا اون دوموند. الدوله ايل دوا انفستير دون تو سا. انا بيرسونيلمون قريت ثلاث سنين مانجمنت اوتيلي، ا بار لي 3 ans j'ai fait des formations en en tourisme alternatif voilà agritourisme etc. malheureusement ما شكون مع دي بايور دو فون اللي يجيو يفون دي فورماسيون بلاش باش يدعموا التوانسه باش يدخلوا في التوريزم الترناتيف. باش نعطيك نقطه اخرى مهمه جدا، الدوله التونسيه زاد راهو عندها يعني وزاره الفلاحه مثلا يزون في ان تري بو بروغرام بيوتيد، هذا مشينا اون افي دي ايشانج مشيو لبلجيكا خاطر باش نشوفوا لي 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 موديل ديبرجمون الترناتيف في بلجيكا. اي با نقول لكم حاجه، انه راهو عندنا برشا حاجات خير منهم بيسر. On a un patrimoine, un amchit le Belgique, راهو من لا شيء يخلق لك ان برودوي والعباد تجي والله العظيم ما يجي حتى شيء قدام الشيء اللي عندنا نحن في تونس اي لو باتريمون كولينير نتاعنا. فما ناس بالحق معناها راهو فما ناس تعيش مثلا، انا نرى روحي مثلا يقولوا لي علاش سكرت علاش كذا، تو ما عنديش الحق نخدم راني انا اوفيسيلمون ما عنديش الحق نخدم، يجيك الحراس يقول لك واش تعمل يا ولدي. سامحني في الكلمه مرمت، وانا معناها شيء يقهر، راهو شيء يقهر، راهو شيء يقهر. شكرا سي يوسف قصاب. مدام شهله كاخيا الفازي، حظ سعيد ان شاء الله، نتقابلوا في العهد القريب العاجل ان شاء الله وبالخاص في ايديكم. مرحبا بكم. مرحبا، شكرا. سي نبيل عزوز، ما نعرفش كيفاش باش نقدمك، زميلي العزيز ومستثمر في القطاع. شنو التحول هذا؟ هذا تحول جاء دبار. حبيت أول حاجة بدي ذكر، حبيت نشكر مدام أمال جعيت اللي هي قبلتنا في دار جبل، ونشكرها على الضيافة، وحبيت لا يستغربوا بارك الله عليك. وحبيت نقول اللي احنا على تونسنا في برنامج الإكسبير، وتونسنا كانت الإكسبير في القطاع السياحي، وتونسنا كانت الرائدة في هذا القطاع وكانت الأولى، وكانوا جيراننا يجيوا يتعلموا علينا. وتونسنا كانت حتى النجم نقول لك في القارة الإفريقية من أبرز ما اختارت هذا القطاع، القطاع السياحي. باش نرجع إلى اللي قلت خبيص عليك، باش نرجع لك ربي يفضلك. حسادة بسي اسكندر الزريبي اللي هو ولد تونسنا زادة أكشاشية وكل لباس التقليدي بتاع الجهة، زغوان كاملة. قال هو هي تونس الحقيقة خدمت برشا سياحة وعاونتنا برشا، وحطت المنتوج السياحي الثقافي هذا التوريزم الالتيرناتيف ولا البديل، حطته اون فالور وخدمت عليه ورات التوانسة اللي فما السياحة هذيا. نحب نستغل الفرصة باش نوجه تحية لزميلي معز الزرعي اللي سبقنا برشا 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 في الميدان هذايا، تحية كبيرة اللي هو تو تيران ليميسيون حلوة ياسر اللي برشا تونس تشوف فيها. وانت الحقيقة لو فولي اللي خذيته ماهوش اللي يخدم فيه معز، حاجة أخرى، لكن حطيت اون فالور. معز يمتاز برشا خاطر هو عنده تجربة أكبر منا، وخاصة في التنشيط بصلي يعني عليه. أنا أكثر منه الجانب الاقتصادي والإداري والتقني. نكملوا بعضكم. على كل حال نكمل زاد، أنا يلزمني نشكر تونسنا ومرة أخرى يعطيهم الصحة، وبيان سور امال واللي استضافتنا وحلت لنا دارها. على كل حال ان شاء الله تتعدى ايميسيون حلوه، ان شاء الله المشاهدين يستفيدوا منها، ان شاء الله نخرجوا بالنتيجه، ان شاء الله الناس اللي تفرج فينا المستثمرين اللي يحبوا يحلوا دي ميزون دوت ولا اللي حلوا اللي عندهم مشاكل ومصاعب ان شاء الله نلقاو حلول، ان شاء الله الناس اللي تفرج فينا المسؤولين اللي قاعدين يغزرونا اليوم يسمعونا بالقدا
وياخذوا من وقتهم شويه وياخذوا بلوكنوت. اسكندر اللي ناكده لك انا انهم قاعدين يسمعوا، انا متاكد انهم مسؤولين قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ان شاء الله يسمعونا السياحه ثم دعم، ثم دعم لنا احنا. مرحبا بك. كان فرق كبير، ربط حلو بين تونسنا والاكسبير. مجد تونس كانت الرايدة في ميدان السياحة، دونك ربط كان حلو ياسر. وهالحصة هذه إن شاء الله تكون توصل، لأنه عندنا مشاغل كبيرة. أبش قولك على جيت أنا الميدان هذا، خاطر كنت في الميدان اللي تقلت عشيري إن شاء الله في الاكسبير. دونك نفس الميدان على خاطر العالم بيدو تغير. ريتا وهذوما لي ميزون دوت ولي جيتري روج دود، هذايا انفتاح جديد عالمي على مستوى عالمي. ما عادش ثم التوريزم، التوريزم الترناتيف هذايا جديد من نوعه. واللي زاد خلقته اكثر هي جائحه الكورونا، ولا ثم نقله نوعيه، ولا ثم ان لوكس موجود، ثم رفاهيه جديده. داير بين قوسين السيد الوزير البارح في ميدو شو تكلم على هذه النقله النوعيه اللي حب يعملها، يحب يجيبوا لوكس. جيراننا فهموها، دونك عملوا نقلة نوعية. ونهيك أنه السياحة البديلة هذه راي فيها ويت جران أكس كبار، وتكلموا عليها الخيان كلهم في روندوني. عندنا صحراء، عندنا بلاد حلوة برشا، عندنا صحراء نقول لك أنا، عندنا جبال نقول لك أنا، بحر نقول لك ميتيراني، ليكونومي بلو، ليكونومي أنا. معناها حقيقة السائح اللي نحبوا نفتتحوا على على العالم الكل، وبلادنا راهي من اعز الموقع نتاعها الجغرافي، عظيم ياسر، وعندنا مناخ خيل ياسر، وعندنا نحبوا نجيبوا الكليونتيل اللي به الفايده. سي نبيل، لكن ماناش قاعدين نحققوا في الاهداف المرجوه. صحيح، جينا مربط الفرس، هذا الكل ريتو. احنا اليوم ماناش فاهمين وين ماشي. احنا اليوم مكبلي، الاداره من جهه مكبله، دوسيات كبيرة وضغوطات كبيرة، وما عندهاش جهود، ما عندهاش جهود بشرية. احنا القطاع مكبر، القطاع قاعد ياخذ في نوعية عظيمة جدا، والتونسي راهو سباق، قاعدين نجريو اون با لا ميم فيتيس. احنا والإدارة اون با لا ميم فيتيس. توا ان كاي تشارج مرحبا، كنا مستعدين باش نمشيو إلى القانون، مستعدين، لكن ما تضربليش عامين وانتي في الريفيزيون دان كايت شارج اولا وتكلموا عليه. الكايت شارج مكبل، علاش 20 صفحه؟ بسطها، دي صفحه واحده تكفي. فرنسا عندها صفحه فقط. التكبيل اللي ثم هذه والتخبيله هذه راهو ماهيش باش تحل المشكله نتاع الكايت شارج، بزيد تعقدها، بزيد تعطيها نوع اخرى من العقده، من نوع اخرى. كانت معقده بقوانين، تو باش تتعقد بالكايت شارج. وفي الكواليس يقولوا ان الريفيزيون نتاع الكيت شارج اصعب ولا اخيب من الاولاني، عاد شد امي الاولى خير من الثاني. دونك هذايا المكبل اللي قاعد، الاداره مشكور، حتى سي المهدي مشكور، راهو دخل جديد ويحاول، لكن الاداره مكبله. هذه العقده الكبيره اللي عندنا، والوقت الاداره ماهيش عطيته قيمه. لو طون سي دو لارجون، انت سكر لي يا خويا الله يبارك، اما حلي في 24 ساعه. هذه لا ديسكوردونس اللي قاعده واقع، علاش انا لاهي بالامور الاداريه. الديسكوردونس اللي ثم، احنا نمشيو في التي جي في وهي ما زالت اومنيبيوس، ما نخلطوش في نفس الوقت. لكن خلينا نشاركوا سي اسكندر معانا. سي اسكندر، انا مش بدا بصريح، زرت المعلم تاعكم، نقول معلم خاطر بالنسبه لي نعتبره معلم، وما شفتش عندك مشاكل من النوع اللي يحكي عليهم. انا والله اليوم كي جيت وقررت مش باش نحكي على المشاكل بتاعي، حبيت ناخذ لو كوتي بوزيتيف. مي مالوروزمون كي تدخل في حديث كيف هكا اليوم ما تنجمش تتعدى من غير ما تحكي على المشاكل. مساش نحكيوا على الباهي والخايب، احنا مش اللي حالل عنده 20 سنه عنده مشاكل، واللي باش يحل عنده مشاكل، واللي ما حلش عنده مشاكل. معناها فيمون وين اللي يخدم عنده فما ضغوطات، فما حاجات ناقصه يلزمك تكملها. مانيش باش نحكي على روحي اليوم، خلي الدوسي يمشي بطبيعته، ان شاء الله وزاره السياحه تسمعني، وفما ان شاء الله نلقاو حل. على خاطر اليوم انا وليت في زون اوربان، انا كنت في منطقه فلاحيه. هذا اللي نحب نكد عليه، خاطر اللي زار المنطقه نتاعك 15 سنه التالي
ويشوفها توا، يشوفها توا، يشوف التطور اللي نجحت فيه معناها. باش نضحكوا شويه توا، انا ويزم شويه تفدليك توا، يقول لك اللي باش يبيع تراب يقول له هاكا تيران بحذا البلاصه الفلانيه، البلي فاليو تعطات، خاطر وقت اللي تعمل اسم المنطقه تولي الناس الكل تحب تسكن بحذاك وتحب تشري بحذاك، على خاطر تحس روحها بحذا ميزون دوت ولا جي تولورال ولا اوتيل، التيران القيمه تاعو مش مشكله هذايا. لكن انا اليوم وليت في زون اوربان وانا برخصتي فلاح، وقعدت في امباس ما بين الفلاحه والسياحه والتجهيز والبلديه و و و وباش نلقاو حل ان شاء الله، ان شاء الله باش نلقاو حل، خاطر انا طالب موعد مع وزاره السياحه وما زلت هاني نستنى في الريبونس، كلموني وزاره السياحه ان شاء الله في اخر جمعه هذيا ان شاء الله نلقاو حل. على كل حال معناها انت توا الستاتيو بتاعك شنو؟ جيت الستاتيو بتاعي جيت في وسط زون اوربان، قلت لهم يا اخي سيدي ما يسالش، خليني نولي اوتيل دو شارم، خليني نولي اوتيل، خليني ما عادش نحب جي تولورال، خاطرني انا وليت في منطقه سكنيه، والمنطقه السكنيه اوربان، وقت اللي تولي اوربان معناها تنجم التيران تاعك تعملو كان سكنه. يا خويا كان سكنه خويا ما يسالش، خل نبطلوا مسيحه يزي فيه البركه، خل نعملوا حاجه اخرى، خل نبيعوا التراب بالحبل كيما. مي خساره بعد المجهود هذا الكل اللي عملته. ام بي بي فما انا اللي يغيظني واللي يمس عليا هما كالعائلات اللي دخلوا واللي يخدموا اكثر من 30 عائله ديريكتومون، فما اكثر من 60 70 عائله انديريكتومون، معناها هي ان امباكت سوسيال ايكونوميك حاجه خارقه العاده. مكسب لتونس، مكسب لتونس، فما ناس تخدم. انا اليوم خدمه بالضبط، خدمه عندي الممات وخدمه عندي البنيه والولد، اليوم اللي كان ينجم يكون يهبط لتونس ولا يمشي لبلاصه اخرى الله اعلم، ولا يمشي ما اليوم ولدها يخدم بحذاها، يقوم صباح يلقى خدمه محترمه. وزيدهم لومبلوا انديريكت سينابيل، ولومبلوا انديريكت اللي حكيت عليه الانديريكت، الانديريكت راه شيء غريب سيدي العزيز. اليوم انت حطيت الكل على كاهل الاداره، انتم زاد ما عندكمش مسؤوليه الحق. شوف احنا المسؤوليه ابش نقول لك علاش، مسؤوليه عندنا اما مربوطين ابش نقول لك عليه. اذا شوف اللي داري كي بسطها يعطيني ان سول فيزافي، يعطيني ان سول فيزافي. شفت جماعه اللي كانوا يحكيوا الفلاحه والواسيه الناس كلهم راكبين فوق، عطيني ان سول فيزافي وانت لمهم من بعد. احنا وقت احنا كفيدراسيون اللي هي فيها 12 مجمع واللي تكونت في مارس 2016 قاعده تخدم على اللي تحكي عليه سيادتك انت تويك، قاعدين نخدموا باش نجمعوا رواحنا، باش نعطيو صوت واحد، باش نتكلموا لغه واحده، باش نتمشاو نتمشاو نتمشي واحد. وضح لي الصوره اكثر عايشك، اش هي هالفيدراسيون هذه، شكون ينضم لها وكيفاش ننضم لها؟ ها هذوما لي ديتاي نعطيهم لك شان. انا نعرفها سي اون فيدراسيون تكونت اون 2016، فيها 12 من مجمع مهني جروبمون بروفيسيونيل فيها موجودين، منهم احنا اللي احنا المجمع بتاعنا هو السكني البديل، سيكو اللي احنا عندنا ليبرجمون الترناتيف واضح، وعندنا نتاع لي روندوني، وعندنا نتاع لو توريزم دو غولف، وعندنا نتاع اليخت نتاع البحر ليكونومي بلو، انا 12 جروبمون ما نجمش نحكيك عليهم خاطر انا مختص في الجروبمون نتاع ليبرجمون. هل ليبرجمون الترناتيف كانش عنده مقترح؟ خاطر نعرف احنا مجتمع المدني هو قوه مقترح، انتم شنو قوه المقترح اللي قدمتوه؟ مثالي احنا عطينا مقترحات فيما يخص الكايت شارج الجديده هذه، صبيناهم لهم كتابيا الى الوزاره وقلنا لهم من اعلى هرم هاو يا سيدي احنا اسمعونا تو ننجحوا مع بعضنا، هذه الانتراكتيفيتي باش نمشي ويد واحده ما تصفقش، لازم زوج دين صفقوا وهما واحنا. هو كان جات الاداره تخمم اللي احنا كليوناتها وتحافظ علينا تو كنا نمشيو الى بر الامان. المشكل نتاع نحبوا ان سول فيزافي، رانا ما طالبين حتى شيء، نحبوا لا كلارتي، كي تكبل لي انت ونهرب منها هرب من قطره باش تحت نتواصل معاك، باش نتواصل معاك ميزاب باهي ميزاب باش نتواصل معاك لا سي امبورتون. انا اليوم بالنسبه لي انا فما الحل وسهل ياسر، وكان يمشيوا فيه ناس كل ريت لابيش عملت لمت زون ديستوريال وحطتهم في بلاصه واحد قيشي. يا خويا انت اش معناها انسان جاي من جندوبه ولا ما نعرفش منين هابط لوفيس دو توريزم عمل بيت ليله في تونس ويعلم به ربي ما عندوش الامكانيات ومشي بيت باش يقابل شكون وما يلقاهش في البيرو خاطر ديبلاسمون اكسيتا، راهو مشكل كبير.
راهو يلزم اليوم انجيش يونيك اخويا اعملوا اخويا معنا مشكله هات مول الولايه هي تلم المنطقه يا اخويا هات تلموا الناس كل تاع الفوري ومتاع الفلاح والامن السياحي ووزاره الشباب والطفوله وزاره الثقافه يهاتهم سبعة ثانية من الناس يهاتلمونا مرة في الشهر اللي عندهم دوسيات خليهم شي يصبوا كل غادي. لا السياحة بيدا عندها دي بيرو ريجيونو نقعدوا في السياحة. والله أنا ماذا بيا لمهم بيرو ريجيونال نقعد في البيرو ريجيونال. أنا ماذا بيا لمهم الكل سمحني. أش يقولوا لي راهو القطاع هذا راهو أفقي. ماهيش مشكلة نتاع وزارة السياحة راهو وماهيش مشكلة عند لوفيس توريزم راهو لوفيس توريزم بيدو ما ينجمش يعطي رخص على خاطر ومكبل. بالداخليه ومكبل بالفوري ومكبل بالوسيه اليوم في المناطق نتاعنا عندنا دي جي تيرورو صارفين دي مليار ما همش محلولين. علاش؟ على خاطر منطقه سقويه وعلى خاطر منطقه شو اسمها نتاع غابات. الغابات تقول لك لا والفلاحه تقول لك لا. شنو لا؟ ما عندكش الحق في هذه ما عندكش الحق معناها الناس والاثار يقول لك لا والاثار والثقافه. اسمع ريت الادارات كلها صحيح عاد انا اخويا كان يعملوا مزيه ويسمعوا فينا يلموا الناس الكل وخلي انسان مستثمر يمشي نهار في الشهر هاهم يسمعوا فيا. شنو باش تخسر الناس كي يتلموا بعضهم هذوما كل الفلاح والغابات والامن السياحي والولايه والبلدية والتجهيز هتلموهم سبعة مع بعضهم صحيح. وخلي الإنسانك الإنسان اللي ما عندوش حتى كهرباء باش يتنقل يطلع الولاية في نهار يصب دوسيه على شرط يقولوا له ترجع دون 15 جور نعطيوك لي ريبونس نتاعك. علاش واحد يمشي يبني من راسه وبعد ما يبني ويحضر خاطر في خياله الميزون دو تكون هكاكا بعد يمشي يرفزوا له هذه يرفزوا له هذه يرفزوا له هذه يسمعوا فيها الناس كل ما تمشيش تبني وتعمل استنى مي على الأقل كي هو يمشي يستناك شهر ما يستناكش عامين وثلاثة سنين باش ياخذ الرخصه نتاعو ما يستناش عام ونص باش ياخذ لوتوريزاسيون ولا بعد يقولوا له لا النجم قاعد يتبدل انت عايش معايا من بعد عام ونص يقولوا له لا وبعد عامين يقولوا له لا هو اش يعمل التونسي اش قاعد يعمل اليوم قاعد يبني وحده وقاعد يسكن وحده وقاعد يجيب وحده على خاطر الريت نتاع الاداره طويل ياسر دونك خلت الناس ترمي روحها في البحر. انا مسؤوليتي انا اللي لاحظته انا هل يبنيو الكل وقالوا لهم لا وحلوا كمام وقاعدين يخدموا كمام معناها للاسف لازم باش يخدموا في القطاع لانفورمال. فما 1200 ميزون دوت في الانفورمال معناها تصور انت قداش من ميزون محلوله دار محلوله قديمه ولا نتاع والديه ولا بناها ولا ميزون دو فاكونس ولا خلاها له عزيز ولا اللي هو اليوم من قاعد يزغل فيها لك اللي يزغل فيها بالخوف بتخبي بالسرقه. سامي منهم عام وقت اللي انا بديت نحل ما خلانيش انا رخص نجيب كار ونخبيها من تالي باش الحرس ما يرانيش باش ما يكتبش شويه اللي انا جبت سواح على خاطر يسكروا لي. معناها الناس هذه كل انا عشتها قبل وقعدت 3 سنين باش ناخذ الرخصه نتاعي. انا نشوف عباد يجيو يحكيوا لي يقولوا لي رانا اسكندر راهو شبيك لي ميزون دوت اليوم اللي نعرفهم انا اللي يجيو يكلموني انا على خاطر بصفتي انا قديم يقولوا لي اسكندر راهو ما معناها من لا شيء يقول لك لا ما تحلش. معناها مشكله كبيره اللي انا نراها تنجم تتحل. قال واحد يرحمه في كلمه بجرد قلم راهو كي تحب في جرد قلم يتحلها راك تحل المشكله. يفو لا فولونتي لا فولونتي وين لا فولونتي يا خويا ناس كل تتلم نهار في الشهر يا خويا جو سي با اوبليجي باش نعمل لوفيس توريزم ولا باش نمشي للبلديه ولا باش نمشي للتجهيز باش نقعد ندور من واحد لواحد جيبهم لي الكل ونتلموا نحن 20 30 مستثمر اللي عندنا مشاكل وما نجمناش نحلوا يا خويا نقعدوا في طاوله كل واحد يبد دوسيه مي على شرط دو سومين تخوا سومين ابخي تعطيني لوكي نتاعي ولا الرفو اون فونكسيون دو رفو تعطيني جمعتي الاخرين. في شهر فما قانون صار قبل تبعث البلديه وبود دو سومين ما تجاوبكش يتحل على روحك. نختم معك سي نبيل كلمه ختام نختم عندك انت. شوف احنا سي تري سامبل راهو شفت الخوض هذه الكل راهي سهله من اسهل ما يكون طالبين ان سول فيزافي كراسة الشروط يخرج معقوله منظمه رانا ماناش خارجين على القانون ولاد القانون ونحبوا القانون ونحبوا النظام. قال كلام فورمال اكثر منا احنا. تصور هذاك تدخلوا معانا مليو قوه ضاربه وانت سيادتك توا قلت انا نحب نمشي ناكل الطابونه نحب نمشي ناخذ جبل يبقى هذا يا سيدي القطاع نتاعنا هو اللي يوفره لك وهو اللي يخليك تتمتع ببلادك وهو اللي يخليك تكتشف بلادك وتعمل كيف للتوانسه والاخوان الجزائريه اللي قاعدين يجيو بالالوف الالوف المؤلفه اللي ساكنين في الديار الله اعلم وينهم محطوطين هذوك وزاد يدخلوا في الكادر بتاعنا احنا وتكون حقيقه حتى بالنسبه
احنا ايش نحبوا؟ نحبوا صورتنا التونسيه في العالم تخرج صوره كما عالميه. فما حاجه اللي ما نجمش نقعد وما نحكيش عليها كي تري امبورطونت يو فما لي زكتيفيتي اوتدور فما لي سبور دو مونتاين ثم فالا راجوتي نجمو نضيفوها بعدك. هذا برنامج يلزمنا نحكيو عليه راهو لو سبور دو مونتاين لي سبور في في الفيل وهذا يلزمنا نرجعوا له على خاطر راهو فما برشا شباب كي فريستري جو لو دي بيان قاعدين تعبين ما لقاوش حلول باش يحلوا البروجي تاعهم. سي اسكندر الزريبي شكرا. سي نبيل عزوز ابن الشبل ذاك الشبلو من ذاك الاسد. انا حبيت نشكرك انت سي عبد اللطيف اسما على مسمى اسم على مسمى انت هادي ولطيف. ربي فضلك سيدي وربي يخليك. شكرا مدام ليلى شقني عارف خماخم مرحبا بكم. انا في حضور زوز مناضلين في الميدان هذا يظهر لي تجربتكم فريده من نوعها وكل واحده تجربه زاده تنفرد على التجربه الاخرى. خلنا نتعرفوا عليكم قبل نحكي لنا شويه على التجربه بتاعكم. نبداو معك مدام ليلى. عسلامه. شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك اللي تحت لنا المجال باش نتكلموا على التوريزم الالتيرناتيف. انا انتربريت دو فورماسيون خدمت شويه مترجمه في الناسيونز يوني وعشت البر جل حياتي يعني من عمري برسك 20 سنه وانا البر بحكم اني تزوجت البر وجي غاليري كما يقولوا. مي السرة مقطوعة حتى كي عشت البرة روح كل شهر نروح لتونس. عمري نجي نداوي في تونس لأني نمن بالطب التوانسة. نجي نبني في تونس. والله العظيم عشت في دي كابيتال اترانجير يعني كيما النمسا. عشت 15 سنة عشت في بيرن في سويسرا بحكم شغل زوجي. أما عمري ما بعدت عليها الأرض. وأول فواياج متاعي عملته كنت ميس تونيزي 78. أول فواياج ربحته بوسط القاعة متاع تونس كانت الطيارة ما فهمش تيوب. هبطنا من الطيارة صغيرة متي كوكو هبطت بوسط القاعة متاع تونس. أنا مربوطة في هالبلاد هذي وعمري ما نمشي. ويعطيوني اللي يعطيوني وعمري ماني باش نمشي منها. على خاطر أنا يعني في نظرتي أنا أحسن بلاد في العالم. ربي يعطانا هالخير هذي الكل. الله غالب سي تري مال اكسبلواتي. لكنك اخترت قطاع صعيب ياسر. والله ماهوش صعيب عليا انا. القطاع سهل خاطرني انا بحكم طبعي سوسيابل نحب الناس. اللي نعمل فيه توا للغير كنت نعمل فيه في دارنا كنت نعمل فيه في دار زوجي يعني اوكي ارضاء الناس غايه لا تدرك. أما 90% نقولوا نجزتها خاطرني حربية ومثابرة ونحب نستضيف وإحنا شعب مضيف راهو. إحنا شعب مضيف راهو إحنا نحلوا ديارنا. سامحني كنت صغيرة أنا عمري 63 سنة نقولوا على الملأ. كي كنت صغيرة أنا من مواليد عام 60 وقريت في وقت بورقيبة. إيه لا ميسالش ما هو خاطر الخدمة تخلي واحد صغير. أنا من مواليد عام 60 كنا كي نلقاو فرنساوي ولا إنجليزي في الشارع ندخلوه لدارنا نطيبوا له كسكسي ونضيفوه ونبيتوه بلاش. صحيح ولا غير؟ صحيح. احنا شعب مضيف عالميا الناس الكل تقول علينا شعب مضيف. سو علاش ما خليوناش نطيروا ونجنحوا ونكملوا في هالطريقة الضيافة الصغيرة خاطر اوكي سي ريفولو الوتلة الكبار. ما عادش لموذة حتى في العالم أجمع مش عنا احنا برك وإحنا مانيش مرتبين العصر يعني نلقاو برشا صعوبات باش ننطلقوا نحبوا ننطلقوا. السكن متوفر دار مذخمة جبنا المدينة القلب المرسى عملنا ديفيرسيفيكاسيون عنا تابلو دوت تفتق أنا اللي نطيب بداية ما نعطيش طولتي. مي وبعد ما بعد الميزون دوت يخرجوا من لانسانت نتاع الدار ايديا توريست ما يلقاش تاكسي بالكدا ما يلقاش وين يمشي ما يلقاش وين يسهر ابار قعد الطبيل والزكار نتاع تونس نتاع السياحه هذاك هو الطبيل والزكار والمدينه ما فماش وين يمشي ما عندوش علاش. يا خويا في المغرب انا مشيت للمغرب روحت جنيت راني مخي طار
يا ولدي في المغرب نمشي على الكورنيش نلقى بريرك نتاع يبيعوا في البابوش بالورو راهم بالنومر وبالنظافة. علاش احنا الاسبلاناد نتاع المرسى ما يخليوش دي كيوسك تحل؟ البلدية تربح فلوس، الكومين تتريقل تتنعوش، العباد تخدم، علاش يحلوا انتصاب فوضى ويلويه؟ عليه عليه يقننوا الحاجات اللي بعد الميزون دوت. انا حبيت نعمل مداخلة مش على نفسي احنا، انا يعني الدار جات كفكرة حلوة برشا وعجبتني بس كان مضيفة زادة ونحب الناس ووكي باش نعرف، اما قاعدة نحكي على لابخي لو سكوندير. اوكي بارك الله فيهم راهو السلطات تخدم، اما العقليات مازالت موخره. تمشي تدخل لدارة يحب يقول لك برافو اعمل قد، اما مكبل مكبل بقوانين ديزوي 96 مكبل بالقوانين القديمه. اوكي انا بنت بورقيبه، ما بورقيبه ما عندوش الحق في كل شيء عملوا، يعني احنا جبنا قوانين فرنسويه قاعدين نطبقوا فيهم في تونس، اون اون ليجيسلاسيون تاب تشبه للليجيسلاسيون فرونسيز، مي لا ليجيسلاسيون فرونسيز الا افونسي تحورت تبدلت حل ولا حلت. برافو ميرسي بور ليد. ما احنا شبينا قعدنا بوكونستاغل. انا نطلب في من هالمنبر هذايا انه والله ساعات نحب نبكي خاطر برشا عاطلين عن العمل يجيوك عندهم ان بوتنسيال انورم، ما عندهمش قدره، مش حكايه فلوس راه حكايه اي فولوار سي بوفوار. هما يحبوا ما نجموش، فولوار ني با بوفوار. احنا عندنا ما نغزم. لكن مدام انت ما وقفتش في الحد هذايا، بخلاف مشروعك انضميت تجمع كبير هي الجامعه هذه نتاعكم، كنت تعطينا فكره عليها الجامعه هذه؟ والله الجامعه نتاعنا اللي هي لافي دوتي جامعه اوكي بتتر صغيره ولا جديده، مي وي قاعده تكبر على خاطر مثابره وقاعده تدافع على 15 ولا 16 المجمع. احنا متحدين نعاونوا بعضنا ونتكلموا، قاعدين ان شاء الله ما نسكتوش ومانيش باش نسكتوا باش نكملوا ندافعوا على لو بيتي اديرون. مش لازم الكلنا ميزون دوت، عندنا نتاع الغابات، عندنا لي جي تغرو، عندنا كيما تكرموا تفضلوا اللي قبلي وقالوا لك مش لازم نعاود جو لي زينيمير. دونك احنا في الاتحاد قوة، وان شاء الله من المنبر هذا تسمعني السلطات باش يحاولوا زادة يخليوا يسهلوا علينا يعملونا مكتب موحد كما قال سي زريبي باش نجموا يستثمروا ويعملوا دي ميكرو كريدي. باش نقول لك حاجه اخرى، شوف انا يجيوني برشا دي كومون لي زابيل دي اورغانيزم انترناسيونال، يعني نقول لك راهو مأساة، يلزمنا نعملوا ثينك تانك، يلزمنا نتلموا، يلزم الادارات الكل تتلم. سيد الرئيس لو كان تسمع فيا يعيشك، عمل لنا كونفدراليه، لمنا الكلنا، لمنا جماعه التوريزم وجماعه المراه وجماعه السياحه والتقليديه، لمنا عملوا ثينك تانك، خلي الناس تتلم وكل واحد يجي يعطي اللي في جعبته، خاطر الجعب مليانه وما نجمناش نفرغوهم. ما فماش منبر باش يحكيوا فيه، ما فماش بقعه يتجمعوا فيها. لو بوتونسيال كل يوم نقرا في فيسبوك هذا السوميتي التونسي عمره 10 سنين، الاخر 15 سنه، الاخر عمل الدرون، الاخر عليه وينهم؟ حتى في التوريزم عندنا دي سوميتي، عندنا صغار، مش حكايه فلوس. اوكي انا شخصيا احنا جبنا، كان معنا شاب يحب يتقدم، 12 مليون دينار احنا جبناهم لتونس، راهم برشا فلوس توا من 2015، برشا فلوس حطيناهم هنا في البلاد هذه. يعني فما اللي ما عندوش، فما اللي عنده مليون ينجم يطلع صاروخ مليون، يلزم شويه دعم، شويه وذن تسمعوا، يلزم يلزم الحكومه تشجعه، ما تحطلوش العراقيل. احنا ما حشناش بفلوس، حاشتنا انكادرمون، وسيبني نخدم وسيبو تو تشوفك التونسي الصغير هذاك شنو يعمل. شكرا مدام ليلى سجني، بحذاك تجربه اخرى فريده من نوعها، عارف مرحبا بيك، عارف خماقم. كيف ماذا بينا نتعرفوا على سيادتك اكثر، وشنو اللي لزك باش تجي الميدان هذا؟ اي والله انا ما لزني حد، لما معناتها جات وحدها كما يقولوا، معناتها
انا مستثمر عندي ديما عين على البلاد نتاعي نحبها وديما نسمع العباد شنو كيما في الخدمه نتاعي نسمع العباد شنو اللي يحبوا طلباتهم شنو اللي وقت اللي عملت الدار نتاعي هذه في النيله العباد كي جاوا هما اللي قالوا لي علاش ما تعملش هكا وهكا وهكا مانيش دوموند نتاعي انا انا ما جاتش الفكره باش نعمل بيتها باش نقعد باش نعيش فيها مع ولادي وكهو فهمت كي يجيو بحذايا يجيو بحذا بوهم خاطر يسكنوا كل برا في فرنسا دونك كي تعدى الوقت ثم شكون من اصدقائي وحتى ولادي يجيبوا صحابهم ولا حاجه قالوا والله ما تعليش ما تسلفهالناش مره نعرس فيها صاحبي الاخر يقول لك نحب نعمل ايفينمون معناتها نحب نجيب بحذاك دونك دار كبيره قلت لهم وي استدعيوا صحابكم جاو كلك الفكره بدات هكا بشويه 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 بون في العش في العيشه نتاعي انا مستانس كما تقول هما كيما الخلايا الخلايا نتاع البدن نتاعنا هي كل خلايا وحدها ما تعمل شيء كي تلم الخلايا يعملوا بدن ويعملوا يعملوا يلزمك المخ هذاك يعطيهم ديريكتيف شنو باش تعملوا كل يوم الصباح تقول انا نحب اليوم نعيش بالكدا نحب نكون في صحه جيده نحب بلادي تتقدم والامنيات هذوما الكل ينفذهم الخلايا هما اللي تنفذ احنا الخلايا هذوما متاع وزاره السياحه اللي انا اكتشفت تو كي نخدم انا في الخدمه بتاعي عندي وزاره واحده كي جيت نخدم في الخدمه هذه معناتها جديده اللي انا مانجمنت فيها وحاجه جديده لي انا لكن انا نحبها لكن اللي عجبني في الحكايه انك تحبها لكن تخدم فيها بحرفيه مش حرفيه خاطر عملت لها اوراقها على خاطر انا كي جينا كي تجي انت الاكسبيريونس نتاعي التجربه نتاعي اولا تجربه ساعه مع المحيط نتاعك خاطر كي تجي جديد هكا انا بون لي 12 سنه نسكن هذيك مي كي تعمل حاجه جديده الناس كل تقعد تشوف شنو هي الحكايه ما يفهموهاش فهمت الوقت اللي انت باش تعمل الورق نتاعك زاد الدوم فتره طويله شويه انا بالنسبه لي انا 4 سنين ولا 5 سنين ثم اوراق ثم ترتيب وثم برشا اجراءات عملتها لكن يعطيهم الصحه مشكورين في الاخر تحصلت على الورقه الاخيره نتاع الافتتاح هذيك وجماعه وزاره السياحه نشكرهم معناتها بالكدا وحتى الاطارات المحليه وحتى الامن هذيك معناتها الحق متفاهمين الحكايه علاش هي الحكايه الكل مسؤوليه انا بالنسبه لي انا الدوله الباهيه هي تعطي تعطي ثقه في البروموتور تبدا من هنا الحكايه الثقه المتبادله تعطي نتيجه باهيه تعطي فيها ثقه انا باش نعرف شنو نعمل نعرف حوايج ما يتعملوش نعرف شنو خاطر تجم تغلط راه خدمه صعيبه ماهيش سهله تلقى روحك لهنا في تجربه جديده ما نقولش لي خايبه راه محلاها هي خاطر باش لو كانك انت حشام ولا درشيم درشيم لازمك تكلم الناس الكل يلزمك تتعامل مع المحيط الكامل اللي هو فيه مكوناته الكل ما هيش كما انت تستخيلها فيها الوزارات الكل دونك الاشكال هو لو كان ثم مشكله في وزاره من الوزارات تتعطل الامور نتاعك هو شنو الحل الحل ماهوش صعيب الحل هو اولا ساعه كما يقولوا الناس كل تتفاهم على حاجه نحب نقدموا بالبلاد اشني نحبوا فلوس يحبوا نخدموا العباد خاطر احنا بلو فالي. انا الحومه كل الحق لا الحومه هي تو يسمى انا لا باش جيتني تحكي لي على الحومه ما نجمش ننقز على الفرصه هذه اللي عطيتها لي انت في منطقه نائيه ومنطقه صعيبه ياسر نبداوها ومنطقه مهمشه خلينا نقولوها بصراحه مهمشه وصعيبه ياسر معناها مجازفه كبيره وجودك غادي انا عندي قدر كبير غاديك كي نهبط على سقية الناس كل نبدا نحوس انا وياهم ويجيو يحكيوا معايا ويخدموا عندنا ساعه برشا هذا هو معناها خلقت بيان سور خلقت مناخ غاديك اللي هي معناتها توا يقولوا يجيو يقولوا والله الحمد لله حليت انت لهنا احنا متفخرين هنا توا ما عادش يقولوا لنا حومه فهمت ولا تجيو الفيلا كاسيس سامحني قلت الكلمه انا ما كنا ما عنديش حق باش نقولها لكن هما يقولوا احنا جينا لهنا كي العباد تجي لهنا احنا روسنا تترفع معاك على خاطر انت ولت حومتنا وعملت هذا وما خفتش انت جيت قلت هنا لا ما نعملش مشروع اي ما خليوا العباد تحل المشاريع في البلايص اللي هما علاش ديما نحلوا كان في العاصمه في العاصمه في العاصمه اون بلوس دو سا السائح كي يجي يدخل يقول اه والله عندنا ما برشا عباد يجي يقولوا كيفاش جاتك الفكره باش تعمل هنا الفكره جات وحدها
انا نجم نقول لك اللي نزورها برشا المنطقه هذيك وفيها مخزون كبير، مخزون سياحي كبير ياسر للاسف مش مستغلينه. معناها طو انت اشتدت المرحله الاولى والحمد لله وبالكولك اللي فتحته بديت تخدم، لكن المرحله الثانيه هو كيفاش باش تخلق نشاط أو الدور. معناها هذا مرحب في منطقة من هذيك. هو توه الأوتدور ساعة النشاط، هو احنا مانيش بعاد على تونس، دونك ثم واحد النشاط اللي يجم يصير في المرحلة هذية، واللي هو أنا ماذا بيا نشوف شكون يعمل التسهيلات هذوما في المنطقة، هي كريي دي زون دو بيست، معناتها نتاع بسيكل نتاع روندوني نتاع خاطر جبل اللي ورانا مزيان برشا، فثم النحلي مش بعيد علينا. هذه الحوايج هذوما يجموا يتطوروا. معناها انت باش تلقى نفسك فرد منطق انت وسي اسكندر الزريبي اللي يقول لك يلزمنا نقنوا العمليات هذوما ونسهلوه. احنا نسهلو توا، احنا الكليونتيل نتاعنا اللي تجي عندنا توانسه، وعندنا توانسه اللي يسكنوا في تونس، عندنا توانسه اللي ما يسكنوش في تونس، وعندنا اجانب هذوما الكل موجودين. وثم حتى طلبات في ساعات تي تورناج نتاع فيلموات ولا حاجه، خاطر البلايص هذوما زاد يعطيوك انطلاق جديد زاد في ميدانات اخرين ما تنتظرهمش، ومفاجئات تجم يكونوا برشا انت ما تعرفش. نرجع شويه انت قلت لي باهي تطور برا وشيء، لكن انا عندي ماذا بيا زاد ما غير ما سالتنيش، اما راهو انا ديما نخمم على اللي مازال اوراق ما خدهمش. تما 78 ولا 70 استضافه عائليه كيفيان عندها الاوراق نتاعها ووصلوا باش ياخذوا لاغريمون، لكن انا نوجه نداء للاطارات والسياحه وكشي باش حاجتين. حاجه الاولى اللي ما خذاش يشوفوا علاش ما خذاش، يشوفوا دوسياتهم ولا حاجه ويمكنوهم باش يسويوا وضعيتهم، خاطر انت كي تخدم وعندك الاوراق نتاعك قلت قبيله راهي ماهيش سهله ملتي فاكتوريا، عندك برشا حوايج يدخلوا فيك، وكي ما عندكش وانت ما عندكش مورد رزق ولازمك باش تخدم تولي ما عادش في الضوء، تخدم خفاء، هذاك زاد ماهوش باهي، معناتها مخطر برشا حوايج، لكن موجود. سامحني تعريجا على كلامه، احنا اللي نخدموا دون لا ليغاليتي نخلصوا في السي ان اس اس ونخلصوا في التاكس، وعندنا رخص الحمايه المدنيه، وعندي انا اسيورونس ب 10000 دينار على الدار وعلى المتسكنين الدار، يعني هذوما كي تحسبهم وما يجينيش كليون يسكن عندي خاطر يخاف، خاطر في قاع كرتاج في الوسط وما عندوش يخاف يجي يخرج من الكياس ما يلقاش وين يمشي، شكون يخلصهم؟ هذوما الكل نجبدوا من الحمنار ونجبدوا من الحيط، وعندك خلاصات لازمك تخلصهم. احنا اون كري دو لا بلو فالو للدوله، قاعدين اون جينير دو لارجون، واللي يخدم في الكلانديستينيتي قاعد يخدم بلاش يخدم وياكل ويحط في مكتوب. مدام ليلى شقني، دكتور عارف خماخم، تشرفت معرفتكم اليوم، تشرفت معرفتكم، شكرا. مدام خولة بشير مرحبا بك. عايشة، كيفاش نجم نقدموك؟ خولة بشير مديرة بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، لا فيدراسيون انتر بروفيسيونيل دو توريزم تونيزيا. الجامعة متاعنا تأسست في مارس 2016، دونك أسوها سلة من الخبراء في المجال السياحي اللي هما ناشطين في المجال السياحي حتى يجمعوا أكثر عدد من لي زوبيراتور في السيكتور توريزم. أنا كيف تقول لي سيكتور توريزم معناها بما فيهم النزل، دور الضيافة؟ لا، عندهم الجامعة الخاصة بهم، الجامعة جامعة النزل. احنا نضموا أكثر من 12 مجمع مهني، أكثر من 12 groupement professionnel اللي عندهم علاقة ليان ديريكت و انديريكت بالسياحة. مش ناخدوا عليهم فكرة هالgroupement؟ بالطبيعة عندنا اليوم بحذيكم أعضاء من المجمع المهني لدور الضيافة إبرجومون ألتيرناتيف اللي يضم لي ميزون دوت لي جيت رورو، عندنا المجمع المهني توريزم سبورتيف
اللي فيه النشاطات المتعلقة بالرياضة، السياحة الرياضية كما الجولف، كما عندنا زيدا توريزم ايرونوتيك. عندنا برشا نشاطات في تونس اللي هما ماهمش معروفين، هذاك علاش قررنا احنا تأسيس ومهمش منضوين تحت جامعات اخرى. هذاك علاش قررنا تأسيس الجامعة هذه، سي اون جون فيدراسيون اللي قاعدة تكبر بشوية بشوية. عندنا كذلك السياحة الطبية، توريزم ميديكال اللي تونس ناشطة برشا في السياحة الطبية. عندنا توريزم كولتوريل فيما يخص المتاحف واللي سيركوي كولتوريل في تونس. توريزم كولينير. عندنا كذلك توريزم بسكي ايفينمونسييل. عندنا متعدد الاختصاصات، حوالي 350 منخرط بصفة عامة. عندنا وسي حاجة أخرى ما ننساوهاش اللي هي ليزاجونس دو فواياج اللي هي تقعد حاجة كلاسيكية في كمجمع مهني في الجامعة بتاعنا. لانتر كونيكسيون، علاقة ما بين مجمع مجامع هذا من الكل كيفاش تكون؟ والله احنا هذيك الغايه نتاعنا انه نخلقوا سينيرجي انتر لي غروبمون بروفيسيونيل، يعني نحاولوا ان نقربوا ونكونوا لانترميدير بين لي غروبمون الكل باش كل واحد ينفع الاخر. شكرا. ميرسي عائشة. ميرسي. تونس في المرتبة الأولى إفريقيا في مجال جراحة التجميل، ووفقاً للإحصائيات غير محينة فإنه أكثر من 150 ألف عملية تجميل قاعدين يسيروا سنوياً في تونس. طب التجميل توا سي ان دومين ياسر ولا معروف في تونس، دونك حبينا نحن في جمعية تونسية لطب التجميل أن نأطروا هذا الدومين. كما تعرف سي ان دومين فيه لي ميسان جينيراليست، لي ديرماتو، لي شيروجيان بلاستيسيان، دونك فكرنا أن نعملوا جمعية 6 سنين تالية عام 2017 اللي هي باش تلم تو لي كور دو ميتي هذوما، دونك منهم كان هالتماس هذيا اللي هي اختصاصها اولا كما قلت لكم تأطير طب التجميل والاورغانيزاسيون دو جورني سيانتيفيك اي دو كونغري باش حتى نساهموا في الفورماسيون تاع الطبيب التونسي. الجمعيه تاعنا هي الاوبجيكتيف تاعها سي معناتها ديما تحسن ونشوفوا شنو معناتها لي ديرنيير تكنيك تاع في الطب التجميل كوم موجودين، دونك هذاك واش قاعدين نعملوا احنا. الوغ لي فيلر، الفيلر هما معناتها نعملوا التعبئه، دونك سي لاسيد هيالورونيك. عندنا اوسي لي تكنيك تاع التوكسين بوتوليك تاع البوتوكس. عندنا اوسي لي تكنيك تاع التريتس، تريتس سي لي فيل تانسور. وباي ذا واي معناتها فما اطباء اجانب معناتها يحكيوا باللغه الانجليزيه، دونك احنا متفتحين ما عندناش ما جبناش ترانسليتور، معناتها اي ثينك توداي وي هاف تو سبيك انجلش، دونك حكيتها بالانجليزي جوست باش نقول معناتها لازم اليوم معناتها ما هيش كان الفرنسيه، دونك عندنا اللغه الانجليزيه لازم تكون هي انترناشونال. دونك حكينا على التريتس، حكينا على وعندك كيفاش معناتها التقنيات معناتها كيفاش نبيضوا العلاج تاع التاش، الزرع، تساقط الشعر، معناتها كله وديما والامراض معناتها الجلديه اللي توسكي سيكاتريس كيفاش نعالجوهم بالليزر، دونك التقنيات الكل هذوك اللي باش نحكيو عليهم. فما كيف كيف الفوتوثيرابي ليد، فما برشا حوايج معناتها باش نحكيو عليها عامه هي. انا نحب نشكرهم ونشكر كل الاخوان في طب التجميل لانهم بناوا نجم نقولوا عام بعد عام بكل المؤتمرات والعمل اليومي اختصاص جديد اللي هو طب التجميل، معروف بالطبع عالميا لكن في تونس لاحظنا تقدم يشكر، وان شاء الله في تقدم مستمر. انا متاكد ان المستوى اللي وصلوا له ماشي في اتجاه الاختصاص، اختصاص على طب التجميل يواكبوا هذا العمل في سائر الايام. نقولوا احنا بتفاني بالاخص بسيف، احنا نقولوا معناها متهنين عليهم. وقع الاعتراف طبعا في النص التشريعي طب التجميل، وبحول الله توا ساعيين ان نحافظ على المكسوب هذا، وماذا بينا ان بعض المتدخلين في القطاع اللي ما همش اطباء
اللي ربما يضروا بالسمعة نتاع طب التجميل ويضروا بالمواطنين لأنهم يقوموا بعمل غير طبي وقت اللي هو فيه عديد الساعات من التعلم، فيه 300 ساعة باش يتعلموا طب التجميل، وفيه برشا ورشات عمل في نطاق المؤتمرات، وهذا مجهود طويل لسنوات. ما ينجمش إنسان متداخل على على طب التجميل ما عندوش حتى كفاءات، ما ينجم يكون كان كوارث. ولذا احنا بحول الله ساعيين على المحافظة على المكتسبات هذه، لأنها مكتسبات عندها صدى عالمي. اللي خلانا نواكبوا فعاليات المؤتمر السادس لطب التجميل انه اليوم السياحة العلاجية توفر نص إيرادات القطاع السياحي، وعمليات التجميل اللي تندرج ضمنها تمثل 15% من مجموع العلاجات. صحيح، قبل ما انت كما يقولوا التبديل كنا عندنا بلاصه باهيه، عندك اليوم تنافس كبير مع الاتراك، هما كدوله معناتها اكبر منا واكبر معناتها من نسمه، دونك احنا نقعدوا بصفه نقولوا معقوله عندنا معناتها كلمتنا في المحيط، وعندنا ما تقنيات وتقنيين معناتها في الميدان فريمون حاجه باهيه. وكي نمشيو احنا في النفس ونحضروا في المؤتمرات برا في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في اي بلدان، معناتها الاطباء معناتها اللي في تونس عندهم كلمتهم. احنا ما شاء الله في تونس الطب نتاعنا نوفا افون دو تري غون ميدسان في تونس، سواء في الشيروجي في الديرماتو في الميدسين استيتيك، اللي يخلي منا برشا سياح يطلبوا ويحبوا يجيوا لتونس للسياحه التجميليه هذيا. دونك احنا من المفروض علينا نحن نزيدوا نثمنوا السياحه هذيا، نوريو احنا التوانسه دوكوا وني كابابل، عندنا طب باهيين ياسر، عندنا احدث التقنيات الموجوده، لي لابوغاتوار يجيبوا لنا الحاجات اللي نراوهم لبرا في الاوروب ولا حتى في امريكا، الكل موجود عندنا في تونس. دونك علاش احنا ديجا توانستنا يمشيوا لبرا تونس، احنا عندنا كل شيء في تونس، ومن هذايا زاد نجموا نستقبلوا سياح من برا اللي هما يجيوا يعملوا لي زاكت نتاعهم دو ميدسين دو شيروجي استيتيك في تونس. المشكله ديما نحن نقعدوا بلاد صغيرة شوية، دونك حتى السياح مثلا فما بلايص يقول لك الطيارات ما توصلناش، نحن عندنا مشكلة في المعاملات باليورو والدولار مع تونس، مازالت عندنا مشاكل في هذايا، مي بالحق نحسوا أن الدولة تحب تعاوننا ونحبوا نقدموا بها هذايا، خاطر بالحق راهو عندنا ياسر كفاءات طبية، لازمنا مش نخليهم هما يمشيوا لبرا، مي نخليو المرضى هما اللي يجيوا لتونس وطبتنا تقعد عندنا في تونس. المؤتمر شاركوا فيه عديد من أطباء التجميل من تونس وجنسيات عربية وأوروبية على غرار ليبيا الجزائر لبنان المغرب لندن وفرنسا. La chirurgie plastique reconstructive esthétique et la médecine esthétique et tout ça c'est englobé. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui ? On recherche la confiance, on recherche la compétence. Et j'ajoute un troisième C. Cette confiance, cette compétence donne de la crédibilité. De la crédibilité pour le médecin et la confiance entre médecin et patient. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce type d'échange ? Ce type d'échange nous permet, grâce aux formations, grâce aux échanges, de upgrader la qualité qu'on peut donner dans nos soins. Qualité, c'est pas le cocu, mais ça reste dans le C. Alors, si on fait tout ça grâce à la TAMAS, grâce à ces réunions, c'est pour que la qualité offerte des médecins tunisiens soit du high level dans le monde d'aujourd'hui qui justement tout se sait par les échanges. Et ça, si la qualité des médecins tunisiens, des chirurgiens tunisiens, des dermatologues et tous les spécialistes tunisiens, va être un attrait dans la qualité aujourd'hui qui est permise par ce beau pays qu'est la Tunisie. Et ça, cet attrait va contribuer à ce que le monde entier puisse continuer à venir en Tunisie, etc. Tunis en tétawar yom ba yom. Ana mach awal marra btounis, ana adatan trainer w bamel training la doctors بتونس، وعم شوف قد ايه كميه التطور بتونس وقد ايه عم تحاولوا تجاروا كل شيء مونديال وكل شيء جديد بالنسبه للامور التجميليه والطبيه بشكل عام.
نسبة للدول العربية، وأنا بعمل تريننج بكثير دول، تونس متقدمة وتعتبر من الأماكن اللطيفة جدا، إن كان من حيث النوعية أو من حيث المعرفة عند الأطباء أو من حيث طريقة التعامل بشكل عام مع المريض. تبقى مثل هذه المؤتمرات وغيرها من المبادرات لتثمين السياحة البديلة سبيل تونس باش تتحرك عجلة البلاد ونحقق نسب نمو محترمة. احنا فخورين ياسر انه في تونس نعملوا كونغري هكايا، اللي احنا قلنا الكونغري هذايا كيف كاي كونغري عالمي، الاطباء اللي جاوا من في تونس، من فرنسا، من لبنان، من مصر، من لندن، كلهم كي دخلوا قالوا واو تونس يعطيكم الصحه، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن.